من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. جل جلاله وعظمت آلاؤه وقدست أسماؤه وصفاته، وأصلي وأسلم على أشرف بريته وسيد رسله وخاتم أنبيائه وحبيبه من خلقه، الولي المطلق والشفيع المطلق، سيدي ومولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نهيه، فإن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه خلق كثير، فخففوا الطلب يرحمنا ويرحمكم الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كيف نستقبل عامنا الجديد؟ والبشرية اليوم 8 مليار إنسان في هذه الكرة الأرضية، في هذا الكوكب، يستقبل عاما جديدا. وما في شك أن كل إنسان مقبل على العام الجديد بآمال وهموم وأفق تختلف من شخص لآخر بحسب ملابسات حياته، بحسب مدركاته وفهمه وأفقه. كل إنسان عنده أهداف وعنده محذورات. سؤال: كيف تستقبل عامك الجديد؟ ما في شك من أهم المنجزات التي يمكن أن تقوي الإنسان على أن يستقبل ويقدم على المهمات هو الأمل والرجاء، كما في هذه الآية المباركة من سورة الزمر: عن قائم وساجد بين أمل ورجاء وحذر وخوف، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا إنسان بين الرجاء وبين الحذر، يعبد الله سبحانه وتعالى، في علاقة مع الله يجعل نفسه بأمل ورجاء برحمته، وأيضا بحذر وخوف من عقابه. كذلك الإنسان الذي يعتقد اليوم بالإله وبطلاقة قدرة الإله، عليك أن تستقبل عامك الجديد بأمل وبرجاء، لأنه لولا الأمل تتعطل الطاقات. الأمل كما يقولون وقود الحياة، فلا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. وبالإنسان إذا ما عنده أمل بأن تنفتح له أمور وأفق، الآن معرفية مادية، مقبل أنت على سنة جديدة بكل آمالها وأحلامها وبكل منغصاتها، هاي الحياة. وأنت نسيج علاقاتك، أنت نسيج تطوراتك، ما يدور عليك، ما يقع عليك، هي نسيج الاجتماع الذي أنت حوله، المحيط الذي تعيش به، نسيج علاقاتك، تتأثر بما يأتي عليك. لذلك من أهم عامل للنجاح هو الأمل، أن يأتي هذا العام وعندك أمل أن تحقق الأهداف
أن تصل إلى ما تبتغيه. استقبل عامك بأمل، لأنه لولا الأمل تتحطل كل طاقاتك. غاية ما هنالك خلي يكون أمل مدروس، أمل منطقي، يعني أمنية قابلة للتحقق، منطقية. كيف تعرف هذا الأمل صحيح أو هذا الأمل لا ينبغي أن تحلم به؟ إذا كان الأمل على وفق إمكانياتك، عليكم السلام، تحلم على قد طاقاتك، هذا الأمل مقبول ويمكن يتحقق. أما واحد يحلم أكبر من إمكانياته، يحلم وعنده أمنية يحققها أكثر من طاقاته، وبالتالي بطبيعة الحال لا يصل. فإذا لا يصل يصاب بخيبة أمل. وأنت من أول الأساس حدد الأمل، حدد الهدف الذي تتحمله طاقاتك. احلم على قدك، على قد إمكانياتك. هنا الإنسان يقول لك أنت المفروض توصل، لكن أما أنك تحلم وتتأمل أشياء أكبر من طاقاتك وإمكانياتك، وبطبيعة الحال لا تصل فتصاب بخيبة أمل. لا لا، خلي حلمك أمنيتك ها مدروسة بحيث قابلة وعندك إمكانياتها، عند ذلك الإنسان يكون ناجح. أما يحلم أكثر من طاقاته لا. إذن الأمل إخواني، تستقبل عامك الجديد بأمل وبرجاء، خصوصا يا من يعتقد بطلاقة القدرة. الله سبحانه وتعالى يهيئ الأمور، يقلب المعادلات لصالحك. خلي عندك أمل بالله عز وجل أن يرتب لك أمورك. لا تقطع ولا تقنط من روح الله سبحانه، فإن القنوط من روح الله من الكبائر. لاحظون حضراتكم، على أنه ضاقت واستحكمت حلقاتها ثم فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وهذه إنسان يعتقد بقيومية الحق تبارك وتعالى. تلاحظون بمجرد أنه الله سبحانه وتعالى بإرادته تقلب كل الأمور لصالحك. مع هكذا طلاقة قدرة لا ينبغي للإنسان أن يقطع الأمل في الوصول للهدف مع طلاقة قدرة الله. وفي المقابل أيضا لا يجعل الأمل مفتوح حتى يصاب بالأمن من مكر الله. واحد ما عنده خط رجعة نهائيا، شايفينه هذا اللي يسمونه الأحمق السفيه الذي ينطلق من دون أن يخلي له خط رجعة. طيب ممكن أنت تخسر، ممكن أنك أنت لا تصل، لماذا تخلي كل إمكانياتك في هذا الهدف اللي ممكن لا تصل إليه؟ كأنه خلص رسم الأمر على أن الأمور كلها مرتبة إليه. لا، مو صحيح. أنت دائما خلي لك خط رجعة، خلي لك حذر، ربما خلي لك فكرة على أنه لا تصل للهدف، فشنو البديل؟ هذا البدائل جدا مهمة. هاي أساليب النجاح، على أنه إذا تحدد لك هدف، أولا يكون هذا الهدف حتى يكون هدف مقبول وفق إمكانياتك، عندك قابلية وإمكانيات إليه، لا تحلم أكبر من طاقاتك. ثانيا خلي لك خط رجعة، خلي لك بدائل، هذا هو الصحيح، لأنه يمكن الأمور تنقلب لضدك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال يعني كيف خير الماكرين؟ يعني شنو؟ قال بأن يقلب، يرد مكرهم عليهم. الإنسان يخطط ويعمل وكذا ها، وبعدين يشوف تجي لفت قضية تقلب كل المعادلة. واحد يقول أنا خططت أنقل عائلتي وأروح إلى بلدي الأم وغيره، وهيئت دار وهيئت فلان، ويقول بالصدفة قلت قبل لا أسافر أروح أسوي تحاليل إلي وهذه، يقول رحيت لقيت عده صاير عده الكانسر، طلع عنده سرطان، سرطان ده. يقول انقلبت كل أفكاري وكل الآمال اللي عملتها، وبعد داري اللي يقول اشتريته، والآن يأخذ علاجه. راحت شي بالله، هذا يقول لك قبل لا اروح اسوي تحليل طلع عندك كانسر وما يدري بروحه.
كل المشاريع والأهداف والطويلة عريضة ها يقول كلها راحت انقلبت بمجرد الطوط تقرير. قالوا له عندك سرطان هم مرحلة رابعة. هذا وضع شيء غريب. ومع هيك شيء إذن القرار الأخير توقيع الأخير مو يمك، فلا ينبغي أن تأمن مكر الله، عيش بينهما بين الأمل وبين الحذر، مثل هذا الذي في سورة الزمر قانت لله ساجدا وقائما يحذر الآخر ويرجو رحمة الله، ما يقطع الأمل بس يبقى عنده حذر. فرد يوم رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا عليه بأعلى أصواتكم اللهم صل على محمد وآل محمد. سأل سلمان قال يا سلمان ما أملك بالحياة؟ قال أنام ولا أصبح يا رسول الله. قال عندك أمل بالحياة؟ قال لا أنام وما أصبح. قال ذاك كثير يا سلمان، نام وما أصبح كثير، إنما هو نفس يصعد لا أظنه ينزل. وجه أنت واي مطولها أنك تنام وما تصبح؟ لا، وجوز هو يصعد شهيق وما يجي زفير، زفير وما يجي شهيق، هو هذا. لذلك قال بعض الصالحين لو أن رجلي اليمنى في الجنة واليسرى خارجها بعدني، يقول ما داخل، لو أن رجلي اليمنى في الجنة ها لما أمنت أن ينادى على يرجع، ارجع بعد عندنا شغل وياك، بعد يقوم خلي اليمنى ويدخل وراء لليسرى، لما أمنت أن ينادى ويقول له بعد ارجع ارجع. ما هيك شيء؟ نعم، لا ينبغي. هؤلاء السفهاء الذين ماخذ يعني جارنتي بتعبيرنا على أنه أموره مرتبة، يا أخي قل إن شاء الله، وهذا التعليق على المشيئة هاي مظهر من مظاهر القيومية. أنت قاعد تظهر قيومية الله من تقول إن شاء الله، أنا غدا أجيك إن شاء الله، إن شاء الله أحضر بعد شهر، إن شاء الله أسافر. شنو هاي إن شاء الله؟ هاي إن شاء الله إظهار القيومية على أنه يابا أنا بحسب الظاهر إيه، لكنه تجي التايهات، تجي الأمور الذي ما مستوعبها لأن الأمور مو بيدي. لاحظ، إذن لا ينبغي للإنسان أن يقطع الأمل، ولا ينبغي للإنسان أن يغلق باب الحذر فيعيش كأنه من البهائم. لا، يجب عليه أن يعيش بين أمل ورجاء وبين حذر وخوف، تستقبل عامك الجديد. الآن إشقد أكو آمال، إشقد أكو محاذير، كل إنسان حسب طاقاته، واحد مشغول فكرة بتنظيم معاشه وضع الحياتي، واحد بزواج، واحد بعمل، واحد بمشروع عنده، واحد يريد يغير دولة، واحد يريد يدخل بحزب، واحد يسوي انتخاب، كل واحد الآن داخل في أمل طويل عريض في السنة القادمة. أنت وأكبر شخصية في العالم، أقوى شخصية في العالم، هم عنده أمل وعنده خوف وعنده، هي الدنيا هيتشي. لاحظ حضرتك، إنما تتفاوت الآمال وتختلف المنى بحسب الأفق وبحسب إمكانيات الإنسان. هذا، فلا ينبغي على أننا نقطع الأمل من روح الله، وأنك تصل إن شاء الله بأهدافك المقبولة اللي هي وفق إمكانياتك، وأيضا نحذر ونبقى على جانب حذر وخوف، لأنه يمكن الأمور تنقلب إلى غير صالحك. هذا جانب، ونحن نستقبل العام الجديد إن شاء الله بأمل وبرجاء وأيضا بحذر مدروس. هذا واحد. كذلك يصادف في هذه الأيام القادمة ذكرى ميلاد سيدة النساء سلام الله عليها، في 20 من جماد الثاني ميلاد صديقة الإسلام سيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وأبنائها الطاهرين. فاطمة الزهراء التي ولدت سلام الله عليها في مكة، وكما أسلفت أنا سابقا على أنه الثابت في تحقيقي أنه ولدت في السنة الأولى للبعثة الشريفة وليس في السنة الخامسة،
وبالتالي يكون عمرها عمر الرسالة، يعني عمرها عند شهادتها سلام الله عليها 23 سنة. فإذا هي بعد البعثة الشريفة لكن في السنة الأولى وليست في السنة الخامسة، ولا كما يقولها أصحاب المدارس الأخرى في السنة الخامسة قبل البعثة، يعني 5 سنين قبل البعثة، لا لا 5 سنين قبل البعثة ولا 5 سنين بعد البعثة، إنما هناك روايات عندنا أيضا على أنها ولدت في السنة الأولى من البعثة الشريفة. في رواياتنا على أنها تفاحة الجنة، ولذلك ورد في الروايات على أنها حوراء أنسية، وبهذا عنصر كونها حوراء لا يخرجها من إنسانيتها، هي بالتالي إنسانة لها دور في صناعة التاريخ. يعني لا ينبغي للنساء أن يقولن إحنا ما فينا نقتدي بالسيدة الزهراء، تقولون نقتدوا بالسيدة الزهراء ما نقدر، لأنه هي تقولون هي حوراء، وإحنا كيف نقدر نقتدي بحوراء أنسية؟ حوراء، لاحظ تطلبون من عندنا أن نقتدي بحوراء، ما نقدر. هذا الكلام مرفوض. لماذا؟ لأن كونها حوراء لا يعطل جانبها الإنساني ودورها الرسالي، فقد عاشت سلام الله عليها بنتا بارة بأبيها، وعاشت زوجة ناجحة، وعاشت أما صالحة، وأيضا فعالة في المجتمع، نهضت في أعباء الرسالة، تحملت هموم الإمامة، دخلت إلى المسجد وخطبت خطبة سياسية بامتياز، استعرضت فيها مشاكل الأمة، واستعرضت فيها فلسفة الإسلام ورؤية عظيمة، فهي العالمة، فهي العابدة، لاحظون حضراتكم. ولذلك لا ينبغي أنه يعطل دورها في صناعة التاريخ لأنها حوراء، لا هي حوراء وإنسية. الجنب الروحية الملكوتية في السيدة الزهراء لا يعطل جنبتها الإنسانية، وهي نموذج يحتذى به وقدوة لنساء العالمين، ولذلك جعلها الله سيدة لنساء على نساء العالمين، أو سيدة لهن. ومن هنا نجد يعني أحداث مرت عليها في عمرها القصير لكنها دروس وعبر. دخل عليها إمامنا المجتبى سلام الله عليه، وجدها تصلي ليلة في محرابها، يقول رأيت أمي تصلي ليلة جمعة في محرابها، فما زالت قائمة راكعة ساجدة حتى انفلق الصبح، يعني إلى الصباح سلام الله عليه، وكانت تدعو لغيرها. فقلت لها أمه ما رأيتك تدعون لنفسك، شو ما تدعي لنفسك بس للآخرين؟ فتشوفوا فت خصوصية، يعني واحد يدعو ما يدعو لنفسه فقط للآخرين. قالت بني الجار ثم الدار، لاحظ هذا الدرس المهم، الجار بني الجار ثم الدار. شوفوا هاي النظرة الفاطمية للحياة، هذه لو نعممها على حياتنا اليومية في مجتمعاتنا، لو الإنسان ينظر للآخر بهاي الرؤية الفاطمية، الجار ثم الدار، أخاف عليك وعلى مصالحك، أقدمك على نفسي وأثرك على نفسي، هاي الرؤية الفاطمية كفيلة أن تقضي على الفساد، على الشرور، على السرقة، على الظلم، على القتل، على النصب، على الاحتيال. لأن الإنسان يتمنى للآخر مو ما يتمنى لنفسه، يقدمه على نفسه، يعني هذه ذروة الإنسانية، هاي الكلمات الفاطمية، هاي الروح الفاطمية لو نعممها ونشيعها بين الناس في تعاملنا مع الآخرين. أقدمك على نفسي، عجيبة هاي، وأنت تقدمني على نفسك، الدنيا إيش راح تصير؟ منطق غريب، يعني هذا أساس خطير جدا لتحول الصراع الدنيوي، هاي الرؤية الفاطمية. طبعا الحياة لا تقوم الآن للأسف، تقوم على الأنانية، تقوم على السبق والغل وحب الأنا والاحتكار وحب النفس والذات، ما الآن الحياة قائمة على هذا الصراع. ولذلك تشوف الآن الحروب، هاي الحروب شنو مستنداتها؟ مستنداتها الأنانية، الإنسان أناني بطبعه صار للأسف، هسه نتيجة تربية خاطئة، نتيجة فهم خاطئ، أو هو بطبعه أناني يحب نفسه. طبعا ما أكون محذورا الإنسان يحب نفسه، لو ما تحب نفسك أنت
ما يمكن تعيش بالحياة، لاحظ، لأنك تحب نفسك، ترفه نفسك، تعمل، تشتغل، هذا شيء منطقي. لكن المعيب أن تعبد نفسك، أن لا ترى غيرك، هذه مشكلة خطيرة. بعض الناس لا يرى أحدا غير نفسه، نفسي وبعد الطوفان، شايفين؟ مو طوفان الأقصى يعني. هذه فد مصيبة كبيرة. إنسان يعبد نفسه يصل إلى فرعون، يصل به الحال إلى أنه ينكر حتى الله سبحانه وتعالى، نتيجة النرجسية اللي يعيشها. لكن الذروة الإنسانية تتجسد في هاي الكلمات المختصرة، بني الجار ثم الدار. يقدر الإنسان يصل إلى هيك مستوى؟ شيء منطق غريب. رحم الله أحد العلماء كان ذاهب إلى مشهد، مشهد الرضا، سيارة راح إلى مشهد، سيد الطباطبائي، سيد محمد حسن الطباطبائي يسمى، أحد العلماء الكبار والمخلصين حقيقة. هذا أيام الشاه صاعد بسيارة ورايح إلى مشهد بالباص، وقاعد بكرسي خلف السائق، سائق الباص. فجأة دخل في الضابط عسكري أيام الشاه جنرالاته، هذا سيد معمم قاعد بهذا المكان، قال له قوم أنا أريد أقعد هنا. قال له هذا مكاني، تدرون أول واحد تقعد شوفه مكان فارغ يقعد بي، أنا سبقتك قاعد. قال له لا ما يخالف قوم. فسحب السيد وقومه من الكرسي، يعني متعفرت على الناس نجماته، أكو بعض الناس يتشي. هذا الرجل العالم الوقور قام، وين قعد؟ قعد بالأخير، راح قعد بالأخير، أخير الباص. تدرون مسافة من قوم إلى مشهد 150 كيلو متر هيك، يعني بالتالي بالباص ليلة ويوم يعني. فصار الليل نايمين، دنيا شتاء برد، هذا السيد العالم قاعد برا وهذا الضابط راح أخذ مكانه قدام. يقوم يشوف الدنيا باردة وهذا الضابط ما عنده شيء يحتمي به، نايم وبالبرد. قام إجا هذا السيد نزع عباته وراح غطى هذا الجنرال الضابط بعباته شتوية يدفيه، هذا نايم ما يدري. بعد مدة مسافة قعد شاف عباية عليه، سيد شنو هاي؟ قال هذا السيد، هذا السيد إجا غطاك بعبايته. قال هذا السيد اللي أنا قومته وأزعجته من مكانه. قام اجى اعتذر له وقبل ايده، قال سامحني، انت ملكتني بهذا التصرف، كيف يعني؟ انا ازعجتك واخذت مكانك وانت تيجي تغطيني وهيك بدون اي. وصار من خلص مريدي ومحبي شنو؟ بهذا التصرف اثر على نفسه، وقام بدل من انه هو اسائله، مع ذلك راح غطاب عباته، أثر بي؟ نعم أثر بي. شايفين هاي الروحية؟ هو بهذه مع واحد يعيش النرجسية يقول هذا شو يسموه هذا العمل؟ يقول المفروض أنت تدفي نفسك، خصوصا هذا ما أنصفك وأزعجك. بس شوف هاي التعامل الروح الفاطمية جسد هذا الرجل. قالت بني الجار ثم الدار، الجار ثم الدار، آثره على نفسه وبنى شخصيته. يعني هذا التعامل الإنسان يبني شخصيته الإنسان. لذلك كلمة جدا مختصرة صديقة الإسلام، ولكنها تحتوي معاني عظيمة جدا في التربية، في التغيير. إخواني هاي جدا مهمة، عامل التغيير، التعامل الإنساني هو أفضل السبل للتغيير. وبالإنسان بالتالي عنده حيثية، عنده وضع، إذا ما تتعامل وياه بإنسانية لا يمكن أن يتأثر. الحق الصحيح. ومن هنا ما قالته سلام الله عليها صديقة الإسلام
من أنه الجار ثم الدار، هو في الواقع أرقى عنوان إنساني يمكن أن يصل إليه البشرية. رقي، راقي جدا في هذه الرؤية الفاطمية. أسأل الله أن يوفقنا من أن نستمع القول ونتبع أحسن، نأخذ قبسا منهم سلام الله عليهم، ونستزيد من فيوضاتهم وكلماتهم النورانية التي تنعش القلوب. يعني أنت قد ما تقدر أن تأخذ قبس من كلماتهم وتطبقها في حياتك، شوف شلون أثر يصير إيجابي على نفسيتك وعلى الناس والآخرين. أدعو الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل هذا العام الذي تستقبله البشرية عام خير ويسر ويمن وبركة، وأن يحل الأمن والسلام في ربوع العالم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى اللهم على محمد وآل محمد.